لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مسقط الكاتب والباحث وسام العاني. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. وفقا للنائب كاظم الصيادي، فإن سماسرة مكنوا شركة أونا أويل من عقد صفقات مع الحكومة، إلى أي مدى تظن أن قطاع النفط خرج اليوم من يد الدولة وتسيطر عليه عصابات؟ للأسف الشديد، لمسألة تعويم النفط العراقي بغرض تسهيل السيطرة عليه بدأت تفاصيلها من قبل احتلال العراق، وربما ليس غريبا ان ترتيبات مثل هذا الموضوع بدأت حتى منذ عام 1998 عندما اجتمعت كبرى الشركات للتحشيد للانتخابات التي فاز بها جورج بوش الابن، وبعد ان تمكن من الفوز اسس ما يسمى بمجلس الطاقة، وكان الهدف من هذا المجلس هو إعداد تقارير مهمة عن حالة النفط العراقية. وبعد إسقاط النظام في عام 2000، أقصد نظام صدام حسين في عام 2003، تشكلت حكومة الاحتلال وبادرت إلى تصدير التشريعات التي تسهل تمرير هذه المؤامرات. ومنذ ذلك التاريخ فلا يوجد هناك توثيقات مؤكدة لعمليات تصدير النفط العراقي، وبالتالي تم سيطرة الجماعات المسلحة والأحزاب على جميع المنافذ التي تصدر النفط العراقي، وكانت الخسائر تقدر ب 100 مليار دولار سنويا. نعم، هذا الموضوع مستمر منذ ذلك التاريخ. تفضل. نعم سيد وسام. نعم، هذا الموضوع مستمر منذ ذلك التاريخ ويتفاعل يوميا، وخصوصا بعد استفحال الأحزاب السياسية الحاكمة وأدرعها الميليشياوية المسلحة، وبعد أن تحول الموضوع فيما بينها إلى صراع سيطرة على مقدرات العراق وأهمها النفط، بدأت تتكشف الكثير من عمليات التهريب للنفط العراقي، وبدأت الأطراف المتصارعة تتهم بعضها الآخر من أجل عمليات التسقيط السياسي. وما شهدناه مؤخرا من المبالغات التي صارت بما يخص مثلا مصفى بيجي، وما عقبه من اتهامات ما بين اطراف متصارعه في العمليه السياسيه العراقيه. ربما نتحدث بالتفصيل عن هذه الجهات سيد وسام، ربما لو نتحدث قبل ذلك كما اشرتم عن الخسائر. افادت تقارير موثقه ان العراق خسر 50 مليار دولار جراء جولات تراخيص شركات النفطيه. برايكم من يتحمل مسؤوليه هذه الخساره الثقيله المسجله؟ بالتأكيد كل الحكومات التي تعاقبت بعد حكومة الاحتلال الأولى هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الجانب، فهي التي شرعت هذه العمليات، وهي التي شرعت التسهيلات اللازمة لتمرير مثل هذه القوانين، وهي التي جلبت هذه المؤسسات وجلبت هذه الشركات الغربية لتكون مسيطرة على النفط العراقي. والكل تكلم وأصدر بيانات مختلفة حول أن جولات التراخيص ستكون عبء كبير على الاقتصاد العراقي، وستذهب بالموارد النفطية إلى أحضان الشركات الغربية. ولكن للأسف الشديد الأجندات السياسية التي تسيطر على الأحزاب المنضوية في العملية السياسية كانت تذهب باتجاه إتمام صفقات جولات التراخيص لتسهيل السيطرة على النفط العراقي. نعم، ومنذ ذلك نبقى في هذه النقطة، السيطرة على النفط العراقي. وجه آخر من الفساد كان تصريحات عن شركة نفط الجنوب تقول أن هناك شركات أمريكية وبريطانية تسرق يوميا 500 ألف برميل من النفط العراقي. كيف تنعكس هذه التجاوزات على الاقتصاد العراقي؟ بلا شك تنعكس بشكل سلبي وكبير. يعني هذه المبالغ الطائلة من شأنها أن تقوم بدور كبير في إعمار المدن التي تدمرت من جراء الأعمال الحربية، من شأنها أن تدعم الاقتصاد العراقي، من شأنها أن تدعم البنية التحتية. وبالتأكيد أيضا أن هذه الخسارات المضاعفة
ترهن الواقع السياسي في العراق الى امد بعيد الى 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 الشركات النفطيه الكبيره، وترهن الاقتصاد العراقي وتثقله بديون دوليه كبيره لن يستطيع العراق ان يتخلص منها، وربما سيعاني من اثرها جيلا بعد جيل. بامكان كل هذه المبالغ التي تهرب وبامكان كل هذه المبالغ التي تسرق بامكانها ان تنعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي في العراق. ما مدى صحة أن سرقة النفط تتم باتفاق سياسي وتوافق شخصي في كل المحافظات العراقية كما يقول النائب السابق كاظم السيادي؟ نعم، هذا الموضوع يعني أصبح مفضوحا ومكشوفا، فكل التحقيقات التي أجراها البرلمان العراقي كانت تؤدي إلى لا شيء، كانت دائما تؤدي إلى ستر المشاركين في عملية السرقة التاريخية للنفط العراقي. وكان من الغريب أيضا أن كثير من أعضاء اللجان النيابية التي تشكلت على مدى سنوات يعني طويلة هم ينتمون بالأساس إلى الأحزاب والميليشيات المشاركة في عملية سرقة النفط العراقي، وكانت الصفقات تمرر بين الحين والآخر للتغطية على هذه الأطراف. حتى في البصرة وفي كركوك ومؤخرا في القيارة هناك جهات أصبحت تعلم بالتفاصيل عن أسماء الشخصيات والمافيات التي تدير عمليات السرقة ومن وراءها من الشخصيات والزعماء السياسيين، ولكن للأسف الشديد هذا الموضوع لا يصل إلى القضاء ولا يصل إلى الجهات المسؤولة ولا يصل إلى البرلمان، لأنه خلال طريق التحقيقات يتم التغطية وربما يتم اتهام أو تسقيط اتهامات على شخصيات عادية كأنهم يقولون أن هناك عصابات محلية تقوم بسرقة النفط وتهريبه، لكن في الحقيقة أن هذه العمليات مدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية نافذة في العملية السياسية. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث وسام العاني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط.